مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج ما وراء الحدث. مع ضيوفنا سنحاول تقديم قراءة في مخرجات الاجتماع رفيع المستوى للدول ذات الدخل المتوسط الذي عقد بمبادرة من وزارة الخارجية المغربية وبشراكة مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفي إطار رئاسة المغرب لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل ضمن الأمم المتحدة. يسعدنا كثيرا أن يكون معنا اليوم من الرباط الدكتور بدر الزاهر الأزرق، وهو باحث في الاقتصاد وقانون الأعمال. أهلا وسهلا بك معنا، كما يسعدنا كثيرا أن يكون معنا من طنجة الأستاذ رشيد ساري، وهو رئيس المركز الإفريقي لدراسات الاستراتيجية والرقمنة. أستاذ رشيد ساري، أهلا وسهلا بك معنا. ويسرنا كثيرا كذلك أن يكون معنا من مراكش الدكتور محمد الغالي، وهو عميد كلية الحقوق بقلعة سرغنة. الأستاذ دكتور محمد الغالي، أهلا وسهلا بك معنا. الدكتور الأزرق، إذا تفضلت نريد أن نبدأ أولا بوضع الأمور في سياقها. ما هي المعايير التي يتم اعتمادها من أجل تصنيف دولة ما بأنها تدخل في إطار الدول ذات الدخل المتوسط؟ هنا قد نأخذ المحدد المرتبط بدخول الأفراد أي الدخل الفردي، وهنا نتحدث عن دخل متوسط، هي دخول تتراوح بين 1300 دولار إلى 13,000 دولار. وأظن بأن هذا الدخل هو محدد للدول التي تنتمي إلى هذه الفئة ولهذه الشريحة من الدول ذات الدخول المتوسطة، وهي أيضا أحد المحددات التي تؤشر على أن هذه الدول هي تتقاسم فيما بينها مجموعة من الخصائص الاقتصادية وأيضا مجموعة من التحديات الاقتصادية، وبالتالي أيضا معالجتها يمكن أن تكون بشكل مشترك. وأظن بأن هذا هو الداعي وراء إقامة هذا اللقاء في الرباط بين هذه الدول وبين كذلك المنظمة الأممية التي ترعى هذا اللقاء، بغية توحيد الرؤى وبغية كذلك الوقوف عند التحديات المشتركة وعند الخصائص الاقتصادية لكل هذه الدول، وكذلك بلورة حلول مشتركة يمكن أن تعود بالنفع على كل هذه الدول المشاركة في هذا اللقاء. طيب أستاذ رشيد ساري، نحن نتحدث عن 32 دولة، هذه الدول هل هناك نقاط مشتركة بينها؟ إذا سمحت لي أستاذة جوهرة، أريد صحيح. أن نضع خريطة عندما نتحدث عن الدخل، لأنه حتى يستوعب يعني المشاهد بشكل كبير على ماذا نتحدث. أولا هناك تقسيم للدخل، هناك الدخل المرتفع وهناك الدخل يعني المتوسط الأعلى، وهناك الدخل المتوسط يعني الذي يدخل في إطار يعني الدوني يعني أقل بكثير من ذلك الدخل المتوسط المرتفع، إضافة إلى هناك الدخل يعني المنخفض وهناك يعني دخل غير مصنف. هنا يعني إذا سمحت لي هناك خريطة يجب أن ندرسها بشكل جيد. أولا عندما نتحدث عن إفريقيا وكذلك خاصة عندما يعني برمتها يعني دول يعني الدخول المتوسطة هي تبقى يعني ضعيفة بالمقارنة، رغم أنها متوسطة فهي ضعيفة، ولكن عندما نتحدث مثلا عن الشرق الأوسط بخلاف يعني دول التي يتجاوز دول الخليج التي لها دخل متوسط مرتفع، ولكن جميع الدول الأخرى نلاحظ بأن هناك انخفاض. عندما نتحدث يعني في خريطة العالم، عندما نتحدث عن شمال أمريكا فنقول بأنه في تصنيف الدول المرتفعة دخلا، عندما نتحدث مثلا عن أوروبا وعن آسيا الوسطى نلاحظ بأنه لا نجد هذا الترتيب من الدول التي لها دخل متوسط يعني ضعيف، بالعكس نجد إما دخول يعني مرتفعة أو دخل متوسط. أظن بأنه اليوم عندما نحصي، عندما نقوم بإحصاء لمجموعة من الدخل المرتفع، نلاحظ بأنه الدخل المرتفع يعني يخص بشكل كبير الدول يعني 30 دولة، يعني نبتدئ من لوكسمبورغ إلى إسبانيا، ولكن عندما نتحدث عن الدول الأخرى يعني الدخل المتوسط كما قلت الذي يعتبر عالي والدخل المتوسط الذي يعتبر منخفضا فنحن نحصي 108 دول. هذا يعني نلاحظ كذلك بأنه يعني الدخل المنخفض
بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وهذه دراسة يجب أن نقوم بها، وأنه في السنوات الأخيرة يعني انتقل من تقريبا 26%، اليوم نتحدث فقط عن الدخل المنخفض جدا، يعني أنه الذي يدخل في إطار الفقر يعني المدقع، يعني نحصي تقريبا 12%، وهذا يعني لاحظ بأنه الدخل المتوسط يعني بدأ يرتفع في السنوات الأخيرة. إذا قمنا بدراسة بين سنة 1987 واليوم نلاحظ بأن هناك تحسن. اليوم 108 دول هي ما تدخل في الدخل المتوسط، وبالتالي اليوم نقول بأننا يعني نتحدث عن قوة من ناحية يعني النسمة 75%، ولكن نتحدث عن 108 دول يعني اقتصادها يعني لا يساهم بشكل كبير على المستوى العالمي. من 189 دولة يعني نلاحظ بأنه 108 دول يعني المساهمة في الاقتصاد العالمي لا يشكل إلا 30% من الناتج الداخلي الخام. لهذا اليوم كان السؤال، وأظن بأنه سؤال مشروع والمغرب نبه إلى هذه العملية، وأنه هذه الدول اليوم هي في حاجة إلى أن ترتقي في السلم، إلى أن لا تبقى، وهذا يعني للإشارة بأننا اليوم نحن في حاجة إلى أن نرتفع حتى في الدخل المتوسط، يجب أن نرتفع من ذلك الدخل المتوسط الضعيف إلى ذلك يعني الدخل المتوسط المرتفع، وبالتالي اليوم نحتاج إلى تنمية، نحتاج إلى أنه يعني هناك يجي أن يكون إصغاء من طرف المؤسسات المالية، ونعني بشكل كبير البنك الدولي، إضافة إلى أنه هناك إجراءات مناخية كبيرة يجب أن يعني العالم خاصة العالم المتقدم يجب أن يتفاعل معها إيجابا. دكتور محمد الغالي، هذه المبادرة جاءت من وزارة الخارجية المغربية، هي دي ليست أول مبادرة تسعى لها المملكة، لأنها تريد أن يكون التفكير جماعي في التحديات والإكراهات. اجتماعك هذا ما أهميته في خلق تجمعات، رؤى متقاربة، استراتيجيات متشابهة لغد أفضل ربما؟ شكرا أولا على الاستضافة، تحية لك وتحية للزميلين وللمشاهدين الكرام. على أي مثل هذا النوع من اللقاءات فهو يساعد على تنسيق وتوحيد الرؤى بين هذه الدول، خاصة أمام تحديات جيوسياسية اقتصادية يعرفها العالم، وكذلك هذا النوع من اللقاءات يساعد على وضع أرضية مشتركة، لأن هناك تفكير حول خطة من 2025 إلى 2030 يمكن أن تساعد هذه الدول على تحديد أولا ما ترى وما تريد، على اعتبار أن القوى الكبرى المتحكمة اقتصاديا والتي تتحكم في حوالي 80% من الناتج الداخلي المحلي للدول تسيطر عليه تقريبا مجموعة العشرين الناتج الخام الذي تنتجه يصل إلى حوالي 80 تريليون دولار، وهذا رقم كبير مقارنة مع هذه الدول متوسطة الدخل التي يقدر عددها ب 108 ولكن لا تصل إلى ذات المستويات التي يمكن أن تجعل منها فاعلا في الاقتصاد الدولي، أكيد حتى بالنسبة للدول الكبرى والدول المتحكمة اقتصاديا ليس في صالحها ألا تكون هناك دول متوسطة الدخل في نوع من الراحة واليسر الذي يمكن أن يساعدها على مجاراة متطلبات التنمية والتنمية المستدامة، مثلما الدولة على مستوى داخلها فهي تبحث دائما جاهدة عن تحقيق تلك الطبقة المتوسطة التي تحقق التوازن. أقول بأن هذه الدول متوسطة الدخل تلعب هذا النوع من التوازن والاستقرار على مستوى العالم، وخصوصا إذا ما لاحظنا بأن الأهداف الألفية للتنمية التي ترعاها هيئة الأمم
المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فهو يؤكد على مجموعة من المبادئ والقيم، مبادئ العدالة والإنصاف والمساواة وتمكين المواطنين والمواطنات من الولوج إلى الخدمات الأساس. من دون شك بالنظر اليوم يجب كذلك أن نذكر بالسياق، السياق هو سياق التغيرات المناخية، الكوارث، المخاطر الطبيعية والإنسانية، وميزانية ومالية هذه الدول تأثرت بشكل كبير من مختلف هذه التحولات والتطورات، وبالتالي فهذه القمة وهذا اللقاء الذي يعقد بالرباط من دون شك له مجموعة من الأدوار التي ستساعد هذه الدول على أن تكون لها خطة وبرنامج في مواجهة مختلف التحديات. طيب دكتور رمال أزرق، من بين الإكراهات الكبرى التي تواجه هذه الدول مسألة المديونية، هل هناك اقتراحات فعالة اليوم لإكراهات لمواجهة هذه الإكراهات، مبادرات مثلا للتغلب على هذه المديونية لأنها فعلا تعرقل التنمية في هذه البلدان التي تمثل 75% تقريبا من دول العالم؟ نعم، وإشكال المديونية اليوم هو لا يخص فقط الدول السائرة في طريق النمو أو الدول متوسطة الدخل، بل هو يأخذ شكلا أكثر خطورة إن تحدثنا عن الدول الفقيرة والدول الهشة. إذن اليوم مسألة الديون يجب أن تعالج بذكاء شيئا ما، وفق خصوصية كل منطقة وكل بلد وكل فئة من الدول وكل فئة من الدخول أيضا. ويجب الخروج من تلك المقاربة الكلاسيكية للديون على أن هناك مؤسسات مانحة تمنح الديون للدول مقابل جدولة هذه الديون وفق نسب معينة وبتم استخلاصها وفق طريقة كلاسيكية. لا، اليوم يجب أن تكون مسألة الديون مرتبطة بالسياقة الاقتصادية والسياقة المناخية والتطورات التكنولوجية. نتحدث عن جيل جديد من الديون، أي جيل جديد من الديون الذكية إن شئنا أن نسميها، تراعي كل هذه الخصوصيات وتسهم بشكل كبير في تسهيل مأمورية تحقيق نسب عالية من التنمية، عوض أن تسهم اليوم في عرقلة نمو هذه الدول. اليوم هذا الاجتماع اليوم ما كان ليكون لو كانت الديون هي فعلاً توجه لتنمية هذه الدول وتسهم في تنمية هذه الدول. اليوم مسألة الديون أصبحت المشكلة ليست في الديون ولكن في كيفية استغلال واستثمار هذه الديون، في ماذا تنفق؟ أكيد سأعطيك مثالا هنا، لأن الديون هي في حد ذاتها هي حل، هي جزء من الحل. المملكة المغربية أيضا هي تستدين من أجل الاستثمار، وجزء كبير من البنى التحتية في المملكة المغربية نحن ندين به إلى هذه الديون، ديون وجهت للاستثمارات وأسهمت بشكل كبير في تنمية المملكة المغربية. ولكن ليس الحال دائما هو كما هو عليه في المملكة أو في غيرها من الدول. قد تكون هذه الديون في بعض المرات تثقل كاهل الدولة، تثقل كاهل الموازنة العامة، ونجد أن موازنة عدد كبير من الدول هي فيها نسب كبيرة توجه لخدمة الدين ولخدمة فوائد الدين، وهذا ما يؤدي إلى تباطؤ نمو هذه الدول، لأن جزء من مقدراتها ومواردها يوجه إلى الخارج، يوجه إلى الديون عوض أن يوجه إلى الاستثمارات الداخلية. وبالتالي اليوم نتحدث على أن الآليات المرتبطة بالديون يجب أن تراعي خصوصيات كل دولة وكل فئة من الدول وكل منظومة اقتصادية وكل شريحة من الدول تنتمي إلى دخول معينة. يعني لا يجب أن نضع الكل في سلة واحدة، وفي نفس الوقت يجب أن تكون هذه الديون موجهة إلى استثمارات معينة وإلى قطاعات معينة. اليوم كل الدول، اليوم المجتمع في الرباط هي بحاجة إلى تنمية قطاعات مرتبطة بالتكنولوجيا، بالاقتصاد الأخضر، بالاقتصاد الأزرق، بالموانئ. يعني هناك مشاريع كبرى يجب أن توجه إليها هذه الاستثمارات، وبالتالي يجب اليوم مراجعة كل هذه المنظومة ومراجعة الآليات التي يتم من خلالها اعتماد الديون، وبالتالي تجاوز المقاربة الكلاسيكية إلى ما أسميه اليوم بمقاربة ذكية تراعي كل خصوصية هذه الدول وتسهم في تسريع وتيرة النمو. أي دين لا يسرع وتيرة النمو ولا يسهم في وتيرة النمو لا يجب أن يتم جدولته، ولا يجب أن يوجه لهذه الدول حتى لا يصبح عائقا أمام النمو.
ولكن هل لهذه الدول خيار آخر؟ سأعود إليك لمعرفة إجابتك دكتور رشيد سري. يهمني كذلك أن أسمع رأيك فيما يتعلق بالديون وكيف تستغل هذه الديون في من المفروض في التنمية، كما أشار الدكتور الأزرق إلى عدة قطاعات وأضيف إليها البنى التحتية وحاجة هذه الدول إلى هذه البنى التحتية. دكتور رشيد سار، هل سمعت سؤالي؟ سمعت سؤالك أستاذ الجوهرة. إذا سمحت لي أستاذ الجوهرة، كانت لنا يعني تقريبا هذه 4 سنوات كانت لنا مناسبة يعني وتحدثنا عن الدين وكيف أنه يشكل خطرا، وفي بعض الأحيان رغم أنه في بعض الأحيان المديون يعني تتجاوز أكثر من يعني 120% ولا تشكل خطورة. عندما تكون هذه الديون هي موجهة للاستدانة، موجهة للاستثمارات، فهذا ليس يعني عائق، لأنه حتما هذه الاستثمارات يعني في البنى التحتية أو في غيرها من المشاريع سوف تجني يعني سوف تكون لها عائدات. بخلاف عندما نتحدث مثلا عن ديون يعني موجهة نحو يعني تسدية الفوائد، ديون الفوائد أو أنها من أجل استهلاك، فهذا هو الخطر يعني الخطر الكبير. وأظن بأنه من أقول بأن المغرب هو الحمد لله هو في معزل عن هذا الواقع، لأنه لاحظنا بأنه هناك ثقة للصندوق النقد الدولي للبنك الدولي، هذا إيجابي. ولكن إذا كنا سوف نتحدث بلسان العالم فنجد بأنه مجموعة من الدول يعني تعاني بشكل كبير من المديونية التي هي موجهة للاستهلاك، لأنه اليوم نعيش مجموعة من الإكراهات على المستوى العالمي. أولا نلاحظ بأن هناك إكراهات مناخية، ونلاحظ بأنه الكوارث الطبيعية التي نعيشها اليوم أصبحت فاتورتها على المستوى العالمي يعني كبير وكبير جدا. يكفي فقط أن نسجل بأنه سنة 2022، لأنه لا نتوفر اليوم عن إحصائيات 2023، سنة 2022 يعني الكوارث فاتورتها تقريبا 300 مليار دولار، والحصة هي سوف تكون في ارتفاع، لأنه التقلبات المناخية التي نعيشها اليوم سوف يكون لها أثر يعني قوي وقوي جدا. اليوم مجموعة من الدول تعاني من ندرة المياه، تعاني كذلك من الجفاف، وهذا يعني فقط يعني يسجل بأنه التقلبات المناخية ارتفاع من يعني درجة الحرارة على المستوى العالمي سوف يفقدنا تقريبا 2% من معدلات النمو. يعني هذا يعني اليوم يعني هذا العمل الذي دعا اليه او هذه الدعوة التي دعا اليها المغرب هي من اجل البحث ليس فقط عن التنمية يعني العادية التي يعني نسمع بها، ولكن عن التنمية المستدامة. هذا هو الهدف اليوم، لانه امام مجموعة من الإكراهات التي نعيشها نحن في حاجة الى تنمية مستدامة. التنمية المستدامة لن تتأتى هكذا. أظن بأنه مجموعة من الدول تعاني من مجموعة من المشاكل يعني الاقتصادية، خاصة في الظروف التي نعيشها اليوم، بما يعني هناك ما هو متعلق بالجانب المناخ، وهناك ما هو متعلق بالجانب الجيوسياسي المتوتر في الشرق الأوسط أو حتى في أوروبا. اليوم مجموعة من الدول يعني محتاجة إلى دعم، محتاجة إلى إعادة النظر حتى في الفوائد التي تطبق من خلال يعني استدانة. اليوم هناك مجموعة من الدول يعني تشتغل فقط على أداء ما بذاتها من فوائد، هذا شيء خطير. أظن اليوم المغرب يعني في أفق، لأنه هناك استراتيجية التي نتحدث عنها هي استراتيجية 2025 إلى 2030. هذا يعني هذه القمة التي عقدت بالمغرب، وهذا يعني هذا التحالف الذي عقد بفضل المغرب، يعني الأثر من بعده هو أنه سوف نفاوض جميعا الدول التي تتوفر على الدخل المتوسط سوف تفاوض من موقف أو من موقع قوة وليس من موقع متشتت. طيب، هذا هو الهدف اليوم من هذا يعني من هذا الاجتماع، هو أن نكون نفاوض يعني كجهاز كقوة من أجل يعني أخذ مجموعة من الامتيازات. وأظن بأننا جميعا محقون، خاصة وأننا اليوم يعني التكتلات التي نعيشها اليوم لم تعد يعني ترتبط بما هو جغرافي، هي اليوم
تعتمد على يعني التجمعات او التكتلات التي تحمل نفس العام او لها نفس التوجه. هذا هو الاتجاه. طيب ساعود اليك دكتور رشيد ساري لنتحدث عن علاقه المؤسسات الماليه كذلك مع هذه الدول. قبل ذلك الدكتور محمد الغالي، رغم ان نضع جميعا هذه الدول في خانه الدول ذات الدخل المتوسط، ولكن هناك فوارق كبيره بينها. هل هناك اليوم مقاربه مبادره لتوحيد الرؤى لتاخذ كل ربما دولة بيد الدول الأخرى من أجل إيجاد استراتيجية يتحدث عنها رشيد ساري، أو مقاربة مشتركة تكون باتجاه إيجاد حلول خاصة للحلول للملفات الحارقة كالمديونية مثلا؟ هو من دون شك بأن المجهودات هي موجودة ومضاعفة، ولكن دائما المسألة مرتبطة بطبيعة مصلحة كل دولة أو مصلحة كل تكتل، بمعنى لا يمكن أن نتصور بأن الأمور تسلم أو تمنح أو تعطى هكذا بشكل مجاني. فحتى هذه المؤسسات الدولية المانحة، ونحن نتحدث عن كون أن المعضلة هي معضلة الحصول على التمويلات ذات المدى الطويل وليس القصير، على اعتبار أن التمويلات ذات المدى الطويل هي التي يمكن أن تساعد هذه الدول على إقامة أو إنشاء مشاريع استراتيجية كبرى مهمة، مثل الموانئ الكبرى والمطارات الكبرى والطرق السيار وغيرها من البنيات التحتية التي تيسر وتسهل حركة رؤوس الأموال والأشخاص. ولكن لا يجب أن ننسى بأن العالم تحكمه مجموعة من التوازنات الجيوسياسية، وأكيد بأن الدول الكبرى من خلال التمويلات فهي تحاول أن تتحكم في مجموعة من المتغيرات، معتقدة بأن هذا النوع من التحكم هو الذي سيساعدها على تحقيق التوازن والاستقرار الذي تريد. أكيد بأن هذه الدول المتوسطة الدخل تعاني من ثقل خدمة الديون الخارجية وحتى الداخلية بطبيعة الحال، ولكن على أي بالنسبة للديون الخارجية خاصة إذا لم تكن بشروط تفضيلية أو ميسرة تراعي حاجيات وظروف كل دولة، فمن دون شك فإنها تشكل في المستقبل عبئا كبيرا لا يساعد هذه الدول على أن تساهم في الرفع من المؤشرات الإيجابية على مستوى جودة الحياة التي تنشدها الأمم المتحدة بمختلف هيئاتها ومنظماتها. من دون شك أن جزء كبير من هذه الدول 108 بالإضافة إلى عبء المديونية وعدم القدرة على أن تيسر لها هذه التمويلات في المدى البعيد، فإنها تعاني كذلك من مشاكل الاستقرار السياسي، وجزء منها يعاني من حروب إما بينية أو داخلية. وبالتالي فإذا لم تكن المقاربة مقاربة بأبعاد أكثر تقدما وبأبعاد تراعي بشكل كبير ظروف كل دولة من هذه الدول، فأكيد بأن دائما هذه الدول بدل أن تكون معاملا وفاعلا في المعادلة الدولية، بل بالعكس من ذلك، فإن مؤشراتها لا تساعدها على أن تنخرط وتندمج بالشكل الذي يساعدها على أن تلعب دورها، وبالشكل بطبيعة الحال الذي يحفظ ويضمن لها سيادتها. أنا أشير إلى نقطة مهمة تتعلق بالسلاسل الإنتاجية. من الإكراهات، وكانت لنا فرصة على هذه القناة الموقرة أن ناقشنا هذه النقطة المتعلقة بسيادة الدول على سلاسلها الإنتاجية. إذا كان مجموعة
من تقارير المنظمات سواء الدولية الحكومية أو غيرها الحكومية تشير إلى هذه النقطة وتعتبرها من الرهانات الكبرى، وهي رهانة سيادة الدولة على سلاسلها الإنتاجية وقدرتها على إنتاج القيمة المضافة من اقتصادياتها، لأن جزء من هذه الدول المتوسطة الدخل 108 هي فقط عبارة عن مصادر لتمويل أسواق وتمويل شركات هذه الدول بالمواد الأولية وكذلك باليد العاملة. أعتقد بأن الباراديغم الذي ينظر به إلى الأمور اليوم يحتاج إلى إعادة قراءة من خلال المبادئ التي تدعيها هيئات الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي وكذلك الألفية الثالثة للتنمية المستدامة، وهي مسألة العدالة والإنصاف والتمكين والتملك للآليات والوسائل التي تساعد على أن تكون للدولة سيادة فيما يتعلق بالحد الأدنى من قراراتها على مستوى الاستثمار وخلق الثروة. طيب، من يمتلك المال يمتلك السلطة دكتور الأزرق. أنت تحدثت من قبل عن مسألة شائكة تتعلق بأوجه إنفاق هذه الديون التي تأخذها هذه الدول. هل هناك تجارب ملهمة دكتور فيها من ضمن هذه الدول المجتمعة التي استطاعت أن تغير كفة الأمور نوعا ما؟ أنا لن أبتعد كثيرا في إيراد أمثلة أو مثال عن الأمثلة الناجحة في توظيف الأموال المتأتية من الديون في استثمارات عادت بالنفع على المستوى التنموي على البلاد. سأخذ النموذج المغربي. النموذج المغربي أظن أن بعد عقدين من الزمن يعني المملكة المغربية اقترضت يعني أو توجهت إلى عدد من المؤسسات المالية الدولية من أجل تمويل عدد من المشاريع الكبرى في المغرب. ولكن تبقى دكتور زاهر التجربة المغربية تجربة استثنائية على حسب توصف هكذا حتى في المجالس الغربية والأوروبية. كيف يمكن لهذه الدول أن توافق بين سداد ديونها ونحن نعرف ماذا تعني إعادة الجدولة وبين إنفاق آخر يستثمر ويكون من شأنه تحقيق استدامة ما؟ كيف يمكن الحصول على ثقة المؤسسة المالية والحصول على التمويل وهي نقطة شائكة جدا؟ أنت تعرف ذلك دكتور الأزرق. أولا نتحدث عن جدوى المشاريع التي تتقدم بهذه الدول من أجل الحصول على هذه القروض. يعني حين نتوجه إلى المؤسسة المالية الدولية فبالتالي فنحن نقدم سلة مشاريع سواء تعلقت بالمشاريع الاقتصادية، البنى التحتية، تحديث الإدارة، الرقمنة، التكنولوجيا وغيرها، وبالتالي يجب أن نكون مقنعين أول شيء قبل أن نحصل على هذه القروض. ولكن هل نحن مستعدين؟ أنا أتحدث عموما عن الدول وليس عن الوضع المغربي. يعني هل هذه الدول هي مستعدة لكي تنفق هذه الأموال المتأتية من الديون في وجهتها؟ هل يمكن ذلك؟ هل تمتلك الكوادر؟ نعم، هل يمكنها ذلك دكتور الأزرق؟ ما الذي يمنعها من أن تكون لها فعلا جدوى وأن تكون لها اقتراحات ناجعة في استثمارات تعود عليها بالفائدة ولا تستثمر فقط هذه الأموال في دفع الديون وفي الإنفاق؟ نعم، كما قلت يجب أول شيء أن تكون هذه الديون موجهة إلى استثمارات حقيقية على أرض الواقع. كما قلت الاستثمارات هنا هي غير مرتبطة بالشق المادي، أي فقط بنى تحتية وطرق وسدود وغيرها. قد تكون أيضا هناك استثمارات في العنصر البشري، أي تكوين الكوادر البشرية والاستثمار في البحث العلمي والاستثمار في التعليم العالي والابتكار وغيره. كل استثمارات ذات نفع إنها تعود بنسب عالية من التنمية على مستوى الدولة، ما يمكنها في المستقبل من تحقيق عوائد مالية تمكنها من الوفاء بديونها. اليوم حين نتحدث على سبيل المثال أن قرض معين سوف يوجه لتطوير البحث العلمي، تطوير البحث العلمي هو سوف يرفع من الجاذبية الاستثمارية لدولة ما. هذه الدولة حين ترتفع جاذبية الاستثمارية يعني استقطاب استثمارات أكبر، توطين استثمارات وتكنولوجيا في البلد، يعني ضرائب أكثر، يعني عوائد مالية أكثر للدولة، سيمكنها من توجيه جزء من هذه الضرائب لخدمة التنمية وجزء آخر لخدمة الدين. وبالتالي هنا سنكون قد حولنا هذه الديون إلى ديون مفيدة وديون تسهم في تسريع التنمية.
الأمر المخالف لهذا أننا حين نتوجه بهذه الاستثمارات في غير وجهتها أو لا نكون مستعدين وليست لدينا الأرضية اللازمة ولا الكوادر البشرية لتوجيه هذا الإنفاق في الاتجاه الصحيح، وبالتالي يتم إنفاق هذه الأموال في غير وجهتها ولا يتحقق هذا العائد. وهنا تأتي معضلة الديون، لا نحقق هذا العائد المرجو من الدين، وبالتالي لا تكون لدينا الاعتمادات المالية الكافية من أجل الوفاء بالديون، وهذا ما يشكل ضغطا على موازنة هذه الدول. إذن اليوم مسألة الإنفاق يجب أن توجه في الاتجاه الصحيح. وقبل ذلك قلت بأن هذا اللقاء وهذا الاجتماع أظن بأن أهم شيء فيه هو تبادل الخبرات بين الدول، تبادل الخبرات بين المغرب والدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. يعني كيفية أول شيء نحصل على الدين، ولكن لا ينتهي الأمر عند الحصول على الدين وتوجيه لدولة ما، بل طريقة الإنفاق وطريقة تحقيق هذا العائد التنموي والاقتصادي فيما بعد. وهنا تكمن الموضوع. سأعود إليك دكتور الأزرق لتشرح لنا هل يمكن الاستلهام من التجربة المغربية، وكيف استطاعت أن تنجح في استثمار هذه الأموال في التنمية المحلية. دكتور رشيد ساري، عندما نتحدث عن هذه الدول نتحدث عن علاقة ربما تكون معقدة جدا مع المؤسسات المالية. اليوم المؤسسات المالية كيف تنظر لتجارب هذه الدول؟ هل هي مستعدة لربما مد يد العون بقبول كما تفضل الدكتور الأزرق مشاريع يمكن قابلة للتنمية من أجل تنمية مستدامة؟ إذا سمحت لي أستاذة جوهرة سوف أعطيك أرقام قاتمة ليست لي، هي للبنك الدولي، يعني نهاية دجنبر من 2023. ولنا جميعا أن نحكم هل هناك إنصاف، هل هناك عدالة في يعني ما يعني في الفوائد التي تطبقها المؤسسات المالية أم لا. أولا نتحدث عن رقم بالنسبة لخدمة الدين بالنسبة للدول النامية 443 مليار دولار، هذا لخدمة الدين. نتحدث عن أنه يعني هذا نهاية سنة 2022 لأنه آخر تقرير الذي الآن بين يدينا. الفوائد ارتفعت ب 5%، والغريب بأننا نتحدث بأنه الفوائد التي طبقت سنة 2023 والتي سوف تطبق سنة 2024 نتحدث بأنه سوف تكون هناك زيادة ب 10%. الدول النامية، ونعني هناك الدول الفقيرة والمتوسطة، حجم ديونها اليوم نتحدث عن بالضبط 8 تريليون و700 مليار دولار. هذا رقم جد مهم. نتحدث عن ديون بشكل عام على المستوى العالمي الذي لم يسبق له أن وصل إلى هذا المستوى الذي نحن عليه، نتحدث عن 226 تريليون دولار اليوم. لا أظن بأنه المؤسسات الدولية، ولنكون واضحين، أنهم يعني لهم رأفة على هذه الدول النامية، لأنه اليوم يعني التقرير، يعني لن أقول التقرير الذي أشار إلى هذا، ولكن يمكن أن نقول بأنه زيادة الفوائد يعني خاصة خدمة الدين يؤدي إلى ضرر في قطاع التعليم، في قطاع الصحة، في كل ما هو اجتماعي، يعني يتضرر بشكل كبير. اليوم نحن في محاجة إلى هذا التكتل الذي يرمي إليه المغرب، نحتاج إلى تكتلات أخرى من أجل الحد من هيمنة يعني المؤسسات الدولية التي يعني ترهق، لأقولها وأعيدها، ترهق جميع الدول خاصة الدول النامية بفوائد أو بخدمة الدين أكثر من الدين الأصلي. اليوم هناك إشكال، يعني هذه الديون يعني جميعها ترهق جميع هذه الدول، لأنه يعني ليس المشكل في أداء الدين أو الخدمة الدين فقط، ولكن الإملاءات التي يعني تمليها هذه المؤسسات الدولية على الدول التي ترهق بهذه الديون، وبالتالي في بعض الأحيان تتدخل حتى في وظائف التعليم، في وظائف الصحة، في مجموعة من البرامج، وربما يعني يطلب من دولة ما أنها يجب أن تحذف برنامج أو أوراق. اليوم هناك إشكال حقيقي، هو أنه جميع الدول خاصة نتحدث عن الدول النامية أو التي تعيش الهشاشة أو تعيش الفقر، يجب إعادة النظر في منظومة يعني الديون أو الفوائد التي تطبق على الديون، وأن تتغير المعايير. اليوم نحن في حاجة
إلى جامعة الدول، نحن في حاجة إلى دعم، إلى تنمية، إلى مجموعة من البرامج الإنمائية المستدامة، لأنه الخطر الذي يهددنا اليوم ليس خطر اقتصادي بقدر ما هو خطر يعني متعلق بالطبيعة، يعني بالظروف المناخية، إكراهات حقيقية نعيشها على المستوى، أقول اليوم ليس فقط إفريقيا أو يعني آسيا، هنا مجموعة الدول اليوم أصبحت تعاني من الجفاف. عندما نتحدث اليوم يعني، وسوف أصيغ مثالا وأختم أستاذ جوهرة، عندما نتحدث اليوم عن ثورة الفلاحين بأوروبا، نتحدث بأنه اليوم هناك إشكال، لأنه هناك ارتباط يعني هناك إكراهات على المستوى المناخ، ويجب الحد من نسبة نيتروجين. ولكن عندما نتحدث عن هذا بالنسبة لأوروبا الغربية، ولكن عندما نتحدث عن أوروبا الجنوبية ونخص بالذكر إسبانيا وكذلك البرتغال، نتحدث عن الجفاف يعني ظروف مناخية، أي أنه اليوم ما نعيشه من جفاف من إكراهات يعني مناخية لم تعد تقتصر على دول إفريقيا، ولكن اليوم امتدت إلى أوروبا، وربما يعني هناك إكراهات على مستوى آسيا كذلك والشرق الأدنى. نحن اليوم نعيش إكراهات حقيقية، يجب إعادة النظر في مجموعة يعني في سياسة، يجب أن يكون هناك ضغط من أجل إعادة النظر في سياسة صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي. وقد يكون القادم أسوأ إن لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة فيما يتعلق بالمشاكل المناخية، ونحن نعرف أن زعماء العالم لما اجتمعوا في أكثر من مناسبة لم يتوصلوا إلى اتفاق بائن رغم كل الإكراهات التي تفضلت بها، وربما تداعيت وأخطر على النواة الدول التي ليست لها القدرة الحقيقية لمواجهة جميع هذه الإكراهات. دكتور محمد الغالي، ما أهمية أن نستثمر خاصة في الرأسمال البشري اليوم في هذه الدول؟ هو اليوم العالم كله ينشد اقتصاد المعرفة، ومن دون شك فإن اقتصاد المعرفة يتأسس على مجتمع المعرفة، وبالتالي الاستثمار في الإنسان يبقى هو الأساسي والاستراتيجي. ولدينا مجموعة من تجارب الدول خاصة في آسيا، كوريا، الصين وغيرها، التي استثمرت في الموارد البشرية من خلال التعليم، ومن دون شك فهي الآن تحقق أرقام جد متقدمة على مستوى الناتج الخام الداخلي، وهذا هو الذي يؤهلها بطبيعة الحال أن تكون في منأى عن مجموعة من المشاكل، وتعطيها الحصانة والمناعة والقدرة كذلك على حماية مصالحها القومية الاستراتيجية. لاحظنا بأن خاصة إفريقيا هي تعاني بشكل كبير من الفقر والهشاشة وسوء تدبير الموارد، على أي حتى أن المشكل بطبيعة الحال في زوايا أخرى هو مشكل حكامة. بعض الأحيان قد تتوفر الموارد والإمكانات خاصة على مستوى الموارد المادية، ولكن عندما لا يكون هناك نظام في الحكامة مؤسس على الشفافية والنزاهة وحكم القانون وربط المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة، من دون شك فإنه جزء مهم وكبير من مقدرات الأمة يضيع، ولا يساعد بطبيعة الحال على أن يكون هناك أثر على الأفراد. لذلك فكل الرهانات والتصورات فهي تؤسس باراديغم التنمية على الاهتمام بالموارد البشرية، ومن دون شك فإن مجموعة من برامج التنمية دائما فهي تؤكد على مسألة الإنسان كالحلقة الأساسية في كل هذه المشاريع. طرحنا مسألة الإشكالات التي تعاني منها هذه الدول متوسطة الدخل، لا زالت تعاني من أرقام قياسية على مستوى الفقر والهشاشة وعدم القدرة في الولوج إلى الخدمات، حتى أن بعضها يشكل مرتعا وملاذا آمنا لكل أشكال الجرائم المنظمة، الإرهاب، تجارة البشر وغيرها من الظواهر التي تكلف اقتصاديات هذه الدول الشيء الكبير. الرشوة مثلا فهي تكلف اقتصاديات هذه الدول الشيء الكبير، ولا تجعلها محصنة بالشكل الكافي الذي يساعدها بطبيعة الحال حتى
أن تكون قادرة على تنفيذ البرامج التي تكون فيها مقاربة التعاون أو التشارك مع الدول المحيطة أو مع الأمم المتحدة كما أشرنا سابقا، التي تدشن وتنفذ مجموعة من البرامج من أجل تحقيق الحد الأدنى من التوازن والاستقرار بالنسبة ولأنه في نهاية المطاف المتضرر هو التوازن الدولي. طيب الدكتور الأزرق، أريد أن أختم من التجربة المغربية. نعرف أن الاقتصاد الدولي يواجه تحديات كبرى، لم نتعافى بعد من تداعيات جائحة كورونا، ثم ضرب عندنا زلزال قوي، زلزال الحوز، ورغم ذلك استطاع المغرب أن يحصل على خط ائتمان آخر مكنه من الحصول على قروض. أريد أن أختم معك من التجربة المغربية، هل يمكن أن تكون ملهمة هذه التجربة لدول أخرى؟ من أين كانت القرارات الصحيحة التي مكنت المغرب من الاستثمار الحقيقي في العنصر البشري وفي التنمية البشرية وتحويل لعنة الديون ربما إلى قرارات صائبة مكنت اليوم المغرب من أن يكون لها دور كبير على المستوى الإقليمي وأن يكون له ثقة كبيرة مع المؤسسات الدولية المالية؟ إذا المملكة المغربية يعني هي تعتبر نموذج يحتذى به وملهم في المنطقة. المملكة المغربية دائما كانت تسعى إلى تنويع تمويلاتها، فهي لا تقتصر فقط على جزء واحد من التمويلات، أي التمويل العمومي أو الخاص أو تمويلات متأتية من القروض أو المنح أو غيرها، بل هي دائما كانت تسعى إلى خلق توازن في مشهد التمويلات، وبالتالي هذا يمكن هو السر الذي مكن المملكة المغربية من ضمان استدامات تمويل مجموعة من المشاريع الكبرى دون أن يرهق هذا كاهل الموازنة العمومية أو يفاقم من مسألة خدمة الدين وفوائد الدين. هذا من جهة. من جهة أخرى أن المملكة المغربية دائما كانت تقدم سلة من المشاريع المدروسة بعناية، ودائما كانت هذه المشاريع ترفق بدراسة استشرافية تحدد حتى العوائد المالية المرتقبة والعوائد الاجتماعية على مستوى إقراء السن الاجتماعي وخلق مناصب الشغل والعوائد الاقتصادية العامة والخاصة وغيرها، وبالتالي تلك الرؤية الاستشرافية هي التي قد تغيب عن بعض المشاريع المقدمة من طرف بعض الدول الأخرى، أو تعطر بعض المشاريع التي تتلقى هذه الديون، هو أيضا ما كان يدخل هذه الدول في دوامات أخرى، وبالتالي يتعطر المشروع لا يتحقق العائد ولكن يكون هناك دين من أجل خدمته وخدمة فوائده، وبالتالي هذا كان يساهم في مفاقمة المشاكل المتأتية من الديون لصالح هذه الدول. المملكة المغربية كانت لها أيضا رؤية استراتيجية واضحة على مستوى التنمية، ابتدأت بتقوية البنية التحتية المينائية، الطرق، طرق السيارة، المطارات، ثم تحولت للاستثمار في العنصر البشري، نتحدث عن مدن المهن والكفاءات، نتحدث عن تطوير التعليم العالي ومخططة الإصلاح وغيرها، وكل هذه العوائد أسهمت وكل هذه التوجهات أسهمت بشكل كبير في تعزيز الجذبية الاستثمارية للمملكة المغربية، في قدوم عشرات الشركات الكبرى للاستقرار في المملكة المغربية، يعني خلق مناصب شغل أكثر، يعني تقليص نسب البطالة، ضرائب أكثر، ضرائب على القيمة المضافة وعلى الاستهلاك أكثر، وبالتالي تحقق العائد المالي ما مكن من إقرار توازن، ما مكن من خدمة الدين بشكل مستدام ومنتظم، خدمة الدين بشكل منتظم وتحقيق العوائد التنموية، يعني رفع من تصنيف المملكة المغربية الائتماني، وكذلك عزز منطقة الشركاء الماليين، وهو الأمر الذي يفسر أن اليوم هناك سهولة بالنسبة للمملكة المغربية في الحصول على اعتمادات مالية، وكذلك في الحصول على اعتمادات ذات قيمة مرتفعة وبشروط ميسرة، وبالتالي من هنا يمكن أن نقول بأن النموذج المغربي هو فعلا نموذج ملهم قابل للاستنساخ. الأستاذ رشيد ساري في دقيقتين. قبل نعم للاستنساخ، وهذا ما يسعى إليه المغرب بطبيعة الحال عندما يتحدث عن خلق سوق حرة مشتركة إفريقية، عندما يتحدث المغرب دعوة صاحب الجلالة من أجل يعني أن يكون هناك دول يعني تجمع لدول الساحل، عندما يضع المغرب رهن إشارة جميع الأشقاء الأفارقة بنيته التحتية. هذا الاجتماع الذي عقد بالمغرب كمثال، أظن بأنه المغرب لا يكتفي فقط بأن يقوم بإنجاز
يعني مشاريعي لوحدي، ولكن ينقلوا حتى خبراتي، وهذا باعتراف يعني حتى الأشقاء الأفارقة. ممكن إذا كانت لنا وحدة، وإذا سمحت لي أستاذة جوهرة، أنا لم يبقى لي الوقت، أحلم بمغرب كبير أحلم به، ربما سوف يجعلنا من الدول يعني المتقدمة من بين تجمعات المهمة جدا. حلمونا جميعا دكتور رصيد ساري. الأستاذ محمد الغالي في أقل من دقيقة أرجوك، ما أهمية اليوم وهو يتحدث الأستاذ رشيد ساري على نقطة مهمة عن أحلامنا جميعا في التوحد وفي فضاء مغاربي مفتوح، ما أهمية أن نتجاوز أحقاد الماضي، الأفكار النمطية، سوء التفاهم، أن نتجاوز الماضي من أجل مستقبل أفضل، لأن التحديات والإكراهات كبيرة جدا. ومن قيم الأمم الرائدة دائما فهي تنشد المستقبل الظاهر، ودائما تؤسس للإيجابي وتغلب الطاقة السلبية. ومن دون شك فالمملكة المغربية دائما في مختلف المحافل الدولية فهي تنشد الرخاء والأمن والطمأنينة والسكينة لشعوب العالم، وهذا هو الذي يؤكد على أن المملكة المغربية أصبحت قبلة لمجموعة من اللقاءات والمنتديات الدولية التي من خلالها تؤكد وتعكس بكون المملكة المغربية هي أرض اللقاء وأرض السلام وأرض النماء. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام على كل ما تفضلتم به، شكرا للأستاذ رشيد ساري، للأستاذ محمد الغالي، وللأستاذ بدر الزاهر الأزرق. كنت سعيدة جدا باستضافتكم، شكرا لكم مشاهدين على المتابعة، نلتقي بخير بإذن الله.